هل بتعرفوا أنه المواطن العربي يعاني من مشاكل صحية اللي متعلقة بعدم الأمان الغذائي بكثير أكثر من المواطن اليهودي في إسرائيل؟ قبل أن نقرر من سيجلس على الكرسي، نحرص على ما سيكون على الطاولة. قبل كل شيء، نحرص على أمان غذائي. إحنا لازم نطالب في أمان غذائي عشان صحتنا، عشان حياتنا، وعشان أولادنا، عشان يقدروا يديروا حياة ناجحة وسعيدة وصحية. منتدى جمعيات الغذاء ينادي للاهتمام بالجائعين ولنؤمن قبل كل شيء أمان غذائي. تعالوا نمد يد المساعدة للنضال. ابحثوا قبل كل شيء أمان غذائي.